مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير كي العادة معاكم في قناة البيلا تي في. دائما نخدموا معاكم ميني ميسيون من 12 الوحدة، نخدموا فيها ديروسات، نتقاسموا وصفات معاكم، نمدوا نصائح وناخدوا من عندكم نصائح أيضا، وناخدوا من عندكم أيضا وصفات، نقسموا يعني كل ما يكون يدور بيناتنا من حوار أو من تجربة في الوصفات. اليوم راح نخدموا ان غاتو اللي يعني باش نقابلوا به العيد، اللي هو البنيون. طري سامبل، هايل، ما يكلفش، وايضا ما يسحقش طهي ولا يعني كلش بارد في بارد. ليزانغريديون ولا للوصفه لازم لنا المقادير حوالي ان باكي نتاع ان غاتو ساك ولا بيسكوي ساك ولا بيسكوي اوبر. عندكم 300 غرام نتاع الحلوة الترك، عندكم حوالي 60 غرام تاع الزبده، عندكم حوالي واحد 60 غرام الى 80 غرام تاع كاوكاو مرحي، ويعني يكون محمص. عندكم ايضا حوالي 60 غرام ايضا تاع جلجلان نحمصوه. عندكم سي فاكولتاتيف اللوز، اللي يحب يديرو يديرو، نحمصوه ايضا ونزيدوه. وعندنا الشوكولا، السكر، ولا كريم ليكيد اي لو بوغ باش نخدمو لوغوباج تاعو. لوغوباج تاعو بالشوكولا، عندنا شوكولا نوار، وعندنا اوسي باش نديروه بالبر يعني الكراميل بيرسالي او بالكراميل كريمة الكراميل ديريكتومون، نخدموه بالكريمه الطازجه والزبده فوق النار. حاجه الاولانيه اللي نبداوها باش نربحو الوقت، ناخذو حوالي 400 غرام نتاع شوكولا نوار تاعنا، نزيدو لهم شويه نتاع لو بور دونك باش يكونوا عندنا. راح نحطوهم هكذا بهذه الكيفيه هذه، ونخليوه نزيدو له شويه النار. كنا حطينا الماء برك يغلي من الاول لو با ماري، نديرو سير با ماري ونخليه عقلو يتواسى. هنايا ناخذو لي غاتو تاعنا نرحيوهم، هنايا نرحيوهم طريفان لي غاتو او بور، لازم يترحاو طري طري فان، قد ما يكونوا فان قد ما مليحه البنيون تاعنا ولا لي غوشي تاعنا. دونك هنا نبداو غير بالعقل، الو السلام عليكم. صباح الخير، واش راك؟ صباح واش راكي؟ لاباس بخير ولا غادي بيصح؟ الحمد لله الحمد لله يا الله الحمد لله. واش راك دير في الكاطو؟ رانا نديرو في البنيون. راك ديره؟ رانا نديرو في البنيون. البنيون نديروه بطريقه شويه عصريه، يعني حين نروبيوه نروبيوه بالشوكولاته شوكولا ولا بالكراميل بيرسالي. بالكراميل؟ نعم. وقلت لي الاخر؟ نعم وقلت لك الاخر. والله ما فهمتك. قلت لك مليح الكاطو هذا، مليح حرام عليك. الكاطو اقتصادي يعني باش الناس تسييه في العيد هذايا، يعني ماشي ما يكلفش بزاف، دونك يكلف حوالي واحد يعني ما يفوتش 400 دينار ولا 350 دينار في ال... مليح اقتصادي. اقتصادي نعم، هكذا هما الناس يلقاو روحهم. حتى البنات يعني اللي يحبوا يسييو هاد الوصفه هادي يسييوها، معني ما عندهمش يعني سهله وما تكلفهمش ايضا، ويعني يجوزوا بها. شاف امين حبي نهدي اهداء. معليش تفضلي. نهدي لاختي نوير زين في بجايه، وبنها عبد الرحيم، وبنتها ساره، الله يحفظهم ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله، وصحه عيدكم ان شاء الله. صحه عيدك والعقوبه العام الجاي ان شاء الله. صحه رمضانك. ربي يحفظك تعيشي. هاي صح. صح. هنا قلنا نرحيوه يعني طريفه، قد ما يكون فا قد ما مليح. يلا هنا نزيدو
هنا حتى نمشيوه كاع. هنا نعاودو نروحو نشوفو الشوكولا تاعنا يبدأ تذوب. شوكولا درنا لها البير على جال لوغوباج باش من بعد تشد روحها مليح كي نحطوها يعني في التلاجة ولا يعني باش تشد روحها عادي. نزيدو هاد شوية هاد هنا نشعلو النار نخليو شويه المقلة تاعنا تسخن باش اون فاباسي الجلجلان تاعنا وايضا اللوز تاعنا. دونك هنايا الكاوكاو كنا حمصناه بصح ورحيناه لكن راكم تشوفوا كبير يعني غروسيغمون ما درتوش يعني بشكل صغير. فوالا كنا عطيناه قلنا غروسيغمون ما درناش يعني بشكل مرحي مليح كيما الكاتو. دونك هنايا نحكمو اللوز تاعنا وهنايا نبداو نحمصو شوية بوغ بخوندغ لا كولوغ ويعطينا لو كروستيون لي رانا حابينو. هنا نبقاو نخلطو في لو شوكولا تاعنا دونك دايما ناخدو هنا ما لازمش نحمصو بزاف اللوز تاعنا دي مومون كو راهوك يعني ديجا محمص. هنايا نخليوها كيما راهيك لاباط راكم تشوفوا من بعد تيك نزيدو لها الحليب كاريمون ونعاودو نحطوها يعني نعاودو نحلوها من فوق النار نخلوها هكذا كيما راهيك ما نمسوهاش ونعاودو نديرو لها الحليب شويه حليب باش نعاودو نجريوها. شاك شوكولا كيفاش يكون الشوكولا حنا تاعنا هدايا سي ان شوكولا او بيبيت دونك سي بور لي زونغوباج وكاع ما نقدروش نديرو له اون غاناش باسكو لو كان نديرو له اون غاناش سافا يعني بروندر ام تي بو نقدروا نديرو له لا غاناش تانيك كوم نقدروا نديرو له الحليب. دونك سي اون في فير اون غاناش اون لا في بهاد الكيفيه هاديه باش تشوفوا تعرفوا دونك بلا كريم فريش تجيكم مليحه. نتوما تقدروا ديروها ايضا بالحليب ما فيهاش مشكل يعني كي ديروها بالحليب ما راحش يكون عندكم اشكال ايضا. فوالا هنا ناخذوا الكريمه الطازجه تاعنا ونزيدوها بور بوفوار افوار اون غاناش. دونك هنايا تحطوا حوالي واحد كاس ولا كوب من الكريمة الطازجة أو الحليب وتبدأ تحلو فيها بهاد الكيفية هادية فوق النار حتى تعاود تحكم روحها للشوكولا تاعنا. بهاد الكيفية هادية
كيما راكم تشوفوا فيها حتى تعاود تولي شوكولا. كي تشوفوها هكذا ما تقلقوش، يعني كاين بزاف اللي يشوفها هكذا يخافها يقول لك هادي اون طران تو ديكومبوزي. نو نورمال او كونترير، خليها تديكومبوز على روحها. فوالا شوف كيفاش بداو تعاود تمد، يعني بدات تعاود ترفد في روحها. وهنا ناخذو اللوز تاعنا ونحطوه بهاد الكيفيه، ونزيدو ايضا حتى الجلجلان نزيدو نخدموه بهاد الطريقه هذه. قال الله كودر دامون تاعنا هاي كيفاش راهيك. نعاودو نزيدوها هنايا، ناخذ دائما قلنا لاغاناش تاعنا هاهي كيفاش راهيك، كيفاش ولات يعني فوق النار برات بور لونغوباج. هنا نزيدو الجلجلان، مليح الجلجلان قد ما يكون مرحي مليح قد ما مليح ايضا لينا في الوصفه هذه. والله هنايا او تحمص مليح، نحكموه نزيدوه لداخل. هنا الشوكولا تاعنا قعدوا خدموا فيه كيما راكم تشوفوا، بلوس كي تكون اون غاناش بلوس خدموها بلو فوي، بلوس تقعدوا تفويتيوها بلوس اسوكسيجين بلوس ما تخرج لكمش لي غرومو او مومون لي تكونوا تخدموا فيها. دونك فلوروباج ما تخرج لكمش لي غرومو، تريح شاده روحها. فوالا دونك عندكم شوكولا بور فير اون غاناج دون روباج، عندكم شوكولا بلس بير بلس كريم ليكيد او لي. دونك ولا خدمتو ب 500 غرام شوكولا تخدموا بحوالي 120 غرام نتاع زبده وحوالي 40 سنتيلتر نتاع الكريمه الطازجه او الحليب. فوالا هنا نطفولو النار ونخلوها دو كوتي باش تشد روحها. هنا نروحو نيطوايو لي بلون دو طرافاي تاعنا تمتم. فوالا الو الو الو، السلام عليكم. واش راكي فتم الزهره؟ لاباس بخير، صحه رمضانك راكم بخير؟ الحمد لله يا الحمد بخير. لله كيفاش مع رمضان هذا اواخر شهر رمضان؟ نقولوا الحمد لله رانا معاه مع الكاطو مع الحلوه. ايه معقبها تعرف. ايه لازم 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 وما تفرحوا شويه دراري ولا لا لا؟ اه وقلت لكم ما تفرحوا شويه دراري. ايه هاك سي في جال دراري نصنعوا. ايه لازم لازم صح. ايه هاكي تبعي الوصفه تاعنا؟ فرحتونا انتم بالوصفه تاعكم. نعم فرحتونا بالوصفه تاعكم. ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يحفظكم ان شاء الله. احنا رانا هنايا باش يعني نقسموا معاكم هاد لو كونفينمون هذايا، باش تبقاو في الديار، باش الناس ما يخرجوش، باش يعني نقسموا هاد لي مومون هادو وما نكونوا دائما حاضرين معاكم. ايه لازم. نطمنك شاف ديرنا حلوة الطابع غدوة إن شاء الله نديروها، ما كانش مشكل. غدوة عندنا حلوة الطابع، غدوة نخدموها. إيه تاع الزنان اللي يكون كانوا يصنعوها والدينا بإذن الله، ما كانش مشكل. وعد صح. ربي يحفظك، ربي يحفظك وصحة فطوركم. صحة فطورك تاعك. بارك الله فيكم. هنا حطينا لو بوغ تاعنا يتكلاريفيا، دونك نبداو نحطو في حلوة الترك نتاعنا لداخل. قلنا حوالي
400 غرام نتاع حلوة الطرق، ونبداو ندخلوها بهذا الشكل هدايا. فوالا حتى ندخلوها كومبليتمون. اي فوالا نحكموا هنايا ايضا لو بوغ اللي حطيناه يدوب، حطينا شويه بوغ يدوب نزيدوه شويه هنايا باش تقعد توجور عندنا الـ يعني لو برودوي تاعنا ولا لو غاتو تاعنا يريح دائما طري، دائما يبقى طري يعني ما يكونش ما يجيش ما يبداش يجي يعني يابس كي ديروه بالزيت ولا راح يكون لكم يابس، بصح كي يكون هكذا راح يكون طري. فوالا ونبداو نخلطو فيه. بهاد الكيفية هادي حتى لو بوغ يدخل في كاع البنيون نتاعنا. فوالا دونك كي تشوفوا بلي لو بور تاعنا دخل في كاع البنيون، ناخذوا شويه عسل ننقص حوالي 300 غرام نتاع العسل، ونعسلوه بهاد الكيفيه هادي بروغريسيفمون تعسلوه وتشوفوا يعني غير بالعقل برك. دخلوا لي زانغريديون تاعكم في البنيون تاعنا وتبداو تعسلو فيه غير بالعقل حتى تشوفوا اسكو شد ولا مازال. كل واحد وكيفاش يشوف يعني هاد الوصفه هادي لا تيكستور، بصح كاينه حاجه ما لازمش تخلعكم لا تيكستور، كي تشوفوها بدات يعني تطرى عرفوا بلي لو طون دو روبو تاعها في الثلاجه راح تعاود تولي الى العاده تاعها عادي يعني. فوالا وانتوما بقاو معنا تمتم نكملوا نعجنوا هاد العجنه تاعنا ونعاودوا نولوا لكم باش تشوفوا كيفاش راح نفاصونيوها ونديروها في لو شوكولا بور لافير اون روبي ولا في لاكريم كاراميل. بقاو معنا ما تروحوش. عاودنا ولينا لكم يا ناس الخير باش نخدموا معاكم يعني لا دوزيام بارتي نتاع هاد الحصه هادية اللي هي نطيبو كاع مع الشيف امين اون لايف. ها هوك الشوكولا تاعنا حطوه لهنايا ونخليوه يحكم اون سيرتان تومبيراتير. هنايا ناخذو النار وناخذو شويه نتاع فوالا بهاد الكيفيه هادية ناخذو شويه تاع السكر ونحطوه في المكان اللي رانا حابين يعني نخدمو به اللي هو المقلة. هنا ناخذو شويه تاع البر لانه في الوصفه هذه لو بور الي امبورطون، دونك عندنا حوالي 51 غرام تاع الزبده. وهنايا نبداو نديرو في الكويرات تاعنا. شوف كيفاش يعني شدت باش تشوفوا يعني لي غوشي تاعنا كيفاش شدوا، وهكذا نديروهم اون رونديل بهاد الكيفيه هذه دي بوشي موين ماشي كبار ماشي صغار، حوالي 50-60 غرام بار بوشي. وهنايا نديرو لها ان كوردون نزيدو نخدموهم فوالا بهاد الكيفية عادية. فوالا
ونزيدو لهم ان كوردون ثاني ديروه باش تمو الوصفة تاعنا مليح. هنا بهاد الكيفية الناس اللي حابين يجربوها الوصفة يجربوها، يعني وصفة ما شاء الله ما تكلفكمش بزاف. ودائما البنيون يسا سو بريبار توجور ا لافونس، يعني اي سو بريبار توجور يومين ثلاث ايام قبل العيد. و سيتا غاتو اللي يقدر يتكونسيرفا عادي، يعني يتكونسيرفا ما شاء الله في الفريغو في الثلاجه يتكونسيرفا، يعني ولا في دون زان اوندروا اللي ما يكونش فيه الشمس ولا لوميديتي ولا سخانه، دونك ان اوندروا محطوط يعني يكون محطوط عادي ايضا. دونك فوالا نستناو لو كراميل تاعنا يبدا يوجد. دونك اون اتوندون نتوما تكملوا الوصفه في الدار، يعني تكملوا لي بول تاعكم قدر ما راكم حابين يعني تخدموا في البيوت تاعكم. هنايا نحكموهم نديروا لهم كاع قلنا ان كوردون باش جينا سهله من بعد الغوباش تاعهم. فوالا ودائما تخلوهم تحطوهم يرتاحوا في الثلاجه، دائما يرتاحوا في الثلاجه. تحطوا لهم امتي تايمينغ نتاع يعني الثلاجه باش يريحوا يعني ويعاودوا يشدوا روحهم. هنا بدا السكر تاعنا بدا يدوب. دايما دايما واصلنا نعطيكم نصيحه بور كو الوسمو تاعكم ينو فيش با، يعني باش ما يفيجيش لو كاراميل تاعكم با، دايما تخدموه كي تكونوا تخدموا فيه دايما تخدموه بال اون سباتول اون بوا، جامي لو ميتال. لو ميتال يفا يعاود يديريكلي لا تومبيراتور نتاع يديريكلي لكم لا تومبيراتور نتاع لو كاراميل تاعكم، وسا سي با بيان، يعني راح يكلف لكم يولي عندكم يعني ان كراميل شويه يعني فيجي. الو الو. وي السلام امين. السلام عليكم. باش شف امين. صحة رمضانك خويا. الله يسلمك. واش راك واش راهم الناس بليده خاوتي توحشتكم. يا رب لا الحمد لله. والله غير توحشتكم. الله يسلمك. واش راكم صحتكم لاباس؟ نعم ثم لاباس مع رمضان. والله غير الحمد لله. شوف حنا كي تكونوا نتوما بخير حنا رانا بخير الحمد لله. نتوما صح ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. اسمع راه تمرمط شويه مع هذا الحجر المنزلي. والله والو يا شيخ امين نتبعوا فيكم برك. وكيف ما تمرمط والو؟ ما تمرمطوا والو. قال الوالي لا تدبر راسها على الام. عندك الحق خو. لازم لازم تهلاو فيها على الطعام اللي درتو ذيك النهار ما فورتوش. كيفاه تحكم الماء تسخنو مليح، تحكم بول هكذا دير فيه طعام بار اكزومبل طعام يلحق لهنايا دير فوقه بالماء بواحد 1 سنتيم ابوبري. راك تسمع الماء سخون يكون سخون ومن بعد تغطي لا سيرفاس تاعك بابي فيلم وتحط فوقها اسيات باش تعاود تطبع هذاك البخار يعاود يحبط لتحت. ما نفا خمس دقائق وراه عندك راه عندك كلش واجد. صح بامزي يا خو.
صافا سينو افيك رمضان راك تخرج ولا راك تريسبكتي بيناتنا؟ قول لي الصحه. راك تعرف الشيف امي تخرج صباح كاش ما تقبي تعاود تدخل. كاش برا ما تريحش. اه ها. تعرف بي. لازم خو واحد ما لازمش يلعب بهاد الامور هادو خاصة الدولة الجزائرية سخرت يعني كل مجهودات تاعها باش يعني يوفروا لنا كلش لازم واحد ي... ولا لا لا خو صح صح شيف امين. ايه لازم اخويا بلغ الاسلام لكاع ناس بليده وبارك الله فيك. صحيح ربي يحفظك. ساعدكم سلم لي على الحاجة. سلمك صح عيدك. سلم لي عليها بزاف بزاف يبلغ ان شاء الله. صحيح خويا هنايا نديرو لاكرام ليكيد تاعنا وما تخافوهاش يعني كي تشوفوا كي تشوفوا كي تشوفوها دارت هكذا تقعدوا تحركوا ما تحبسوش حتى الغوفرون فورم تعاود تحكم الفورما تاعها العاديه. فوالا فوالا حتى تحكم الفورما العاديه تاعها عادي يعني بلا ما تقلقوا بلا والو. وهذه هي لاكريم كراميل تاعنا اللي راحين نخدموا بها اوسي لونغوباج اللي كنا تكلمنا عليه. هنا كي تكون طابت كاع يعني تكون خلاص تسقمت وكاع نقدروا نستعملوا نقدروا نستعملوا لفوي تاعنا. فوالا هيا نقدروا نستعملوا لفوي تاعنا عادي. بهاد الكيفية هادي فوالا طفو عليها ناخدوها نحطوها في البلاستيك نتاعنا ولا نحطوها في الفير ميزيرور نتاعنا. هنا بعد ما بداو يشدوا شويه ناخذوهم بهاد الكيفيه هادي ونبداو نرفدو فيهم بالوحده لانه يعني البنيون باش تكونوا على بالكم الي ان بو فراجيل. وناخذوه ندخلوه بهاد الطريقه هاديه بهاد الشكل هدايا اون لوي في لونروباج اللي رانا حابينه. فوالا أو بيان ناخدوه كويار أو أون فورشات باش نربيوه بهاد الشكل هدايا. دونك كيما تحبوا يعني تخرجوه ليه. فوالا هنا كيما ممكن مازال ما عطينالوش الوقت كتير باش يعني يشد روحو ناخدوه يون فا ونغوبي دو سات مانيار ونحطوه
بهذا الشكل. نزيدو نخدمو تانية. على نزيدو فوالا هنا نزيدو حبة ونحطوها في الفريغو الوا تونير يعني بلوروباج تاع الشوكولا نتاعنا بهاد الطريقة. هادي نحطوها في الثلاجة. الو الو السلام عليكم. واش راك امين ديدي؟ صحة رمضانك. راك مليح؟ لاباس وانتي؟ والله غير لاباس الحمد لله. كيفاش مع رمضان؟ منين راكي تعيطي؟ والله غير نسيت يا عبد الله. ايه الله يبارك. واش راكم؟ عيطت لك ديجا. صافي بليزير. عندك زهر معانا مالاتي. الحلال اللي عندنا زهر معاك بليتو. ربي يحفظك ان شاء الله. كيفاش مع رمضان؟ لاباس. لا خير صح؟ لاباس لباسكم بخير كامل. والله غير الحمد لله. والله غير الحمد لله عز وجل. الحمد لله رحمة ربي بيان سير. الحمد لله. شوف وليدي امين. انعم. فاتني تحادي تحرك دي في البنيون والله العظيم ما عباش لا غشك تاعو كيفاه. انعم عاود لي تاع البنيون. ايه انا ما شتها ما لحقتش بيك. ايه نعاودها لك دوكا سير بلاص. بيان سير. دوك هذوك اللي تعاودها لي نروح نكتبها. بيان سير نعاودها لك دوكا سير بلاص. دوك نعاودها لك الوصفه نعطيها لك كومبليتمون مع التقديم. ياك؟ يعطيك الصحة وليدي. تمزي يا خسارة عليك افيك بليزير واش بيك. صحة عيدك. كاع تعاوديها صحة عيدك وكل عام وانتم بخير. ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. فوالا هذوما تاع لاكرام كراميل. فوالا ونحطوها دو سيت مانيير. نروحو نسمعو الاذان الظهر لربي يتقبل منا ويعني مغفرة وتواب ان شاء الله لكل الأمة المسلمة. حان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته. عودنا ولينا لكم يا ناس الخير باش نخدموا معاكم الحصة هادية كملوا يعني لابارتي لاتروازيام بارتي تاع الحصة تاعنا. دونك قلنا حكمنا لوز الحينة وراحين نعودوا يعني نرمضو لي غوشي تاوعنا نعاودو نرمضوهم في اللوز بور كي بران اون فورم اللوز يكون مرحي مليح باش تكونوا على بالكم باش يجوا مرملين ماحوش يعني ماشي نحوسوا عليهم يكونوا مشوكين ولا باش ما ندخلوش يعني في الـ في الـ في لا كوبي تاع المشوك. دونك لهنايا نرملوهم جوست سو كيلفو ونخلوهم هكذاك مرملين ونحطوهم دو كوتي. هنا ناخدو كبيرة نديرها خير نديرو سكر غلاس هنا ناخدو الحبات نتاع البنيون تاعنا وناخدو لهنايا ايضا نديروهم يعني وندو هنا لازم باسكو لازم يشد روحو مليح لازم يبرد
voilà. هذه هي الوصفة تاعنا يا ناس الخير تاع البنيون اللي خدمناه على طريقتنا. احنا عندنا لهنا يا برك نقول لكم كي يكونوا تعملوا احنا عملناه يعني ديراكتومون ما خدينا له الراحة تاعو، تخليوه يريبوزي شوية، تعطيو له الوقت للراحة تاعو باش يشد. ان شاء الله ما كناش تقال عليكم، ربي يحفظكم ان شاء الله من 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 كل جزائريين. نبلغ تحياتي ونقول عيد ميلاد زاعيد للشايب فاطمة الزهراء، ونقول لها ان شاء الله عقبال 100 سنة. كل جزائريين نقول لكم ربي يحفظكم ان شاء الله. الحاجة ما تنساش دعينا بالخير، تحية الجزائر، سلام. ولا كان غدوة العيد صحة عيدكم، ولا ما كانش غدوة زيدوا نتلاقاو حصة اخرى. سلام عليكم.